بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سألني بعض طلاب العلم الذين لهم غيرة على بعض إخوانهم أن بعض طلاب العلم الذين عرفوا بالاستقامة والسنة أنهم يرسلون رسائل فيها مقاطع موسيقية، وقد يلاحظ عليهم أيضا بعض الملاحظات الأخرى من اللعن وغير ذلك من الأمور التي لم تكن معروفة لديهم من قبل. فطلب مني أن أوجه نصيحة لهؤلاء الطلبة، فأقول بالله التوفيق. أولا، يجب على المسلم أن يحفظ دينه وأن يكون مهتما بجانب الثبات، فإن الثبات على الدين شأنه عظيم وهو عزيز. ولهذا كان كثير من السلف يتضرعون إلى الله عز وجل بسؤال الله عز وجل الثبات. كان سفيان الثوري يبكي بكاء شديدا ويقول: أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم الليل ويقبض على لحيته ويخضب لحيته بالدموع والبكاء ويقول: يا ربي، أكتبت مالكا في الجنة أو في النار؟ فإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب، وإن كتبته في الجنة فثبت. وقال ابن رجب رحمه الله: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. وكان أمر الثبات محل عناية الأنبياء والرسل. قال إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، وكان يستعيذ من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بمقلب القلوب، وكان يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يثبتها ثبتها، وإن شاء أن يزيغها أزاغها. فشأن الثبات على الدين شأن عظيم، ويجب على كل مسلم أن يجتهد في ثباته على دينه. وإذا كان الله وفقه إلى الإيمان وإلى الطاعة وإلى الاستقامة فليثبت على هذا الأمر، ويحذر من خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان يتدرج بالإنسان، يأتي بمعصية ثم يعرض عليها المعصية الثانية، ثم لا يزال يزداد عليه بهذه المعاصي إلى أن يدعوه إلى ما هو أعظم، إلى أن يدعوه للكفر. وقد ذكر ابن القيم أن الشيطان له حيل، فيدعو إلى الصغيرة، فإذا قبلت منه دعا إلى الكبيرة، فإذا قبلت منه دعا إلى البدعة، فإذا قبلت منه بدأ يشكك في أصل الدين إلى أن يدعوه إلى الكفر والعياذ بالله. وليعلم طلاب العلم أن هذه المعاصي بريد الكفر، كما قال العلماء: المعصية بريد الكفر. فعليه أن يكون على حذر وأن يكون على خوف شديد متى ما وجد الإنسان لديه نقصا، ولو كان يظن أن هذا النقص يسير، فعليه أن يفر بدينه إذا كان في بيئة أو في مجتمع أو في مكان أثر فيه هذا الأمر، فعليه أن يفر بدينه كفراره من الأسد والأفعى. فإن الأسد والأفعى يقتلان الرجل ويموت وقد يدخل الجنة، ولكن ذهاب الدين والعياذ بالله خسارة عظمى، لا يتصور الإنسان مدى خطورة هذا الأمر. فلا يزال الشيطان يستهوي الإنسان بدعوته إلى هذه الأمور إلى أن يخرجه من الدين. والله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان قد يزيغ في جوارحه وهو يبصر شيئا من الدين إلى أن يكتب عليه الضلال والعياذ بالله، حتى يصبح بعد ذلك لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا كما جاء في الحديث، بل أنه يستهوي ويحب المعاصي والبدع والفجور، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعلى العاقل أن يفرض دينه قبل أن يصل إلى هذه المرحلة، قبل أن يصل إلى مرحلة الختم على القلب والزيغ التام والعياذ بالله، بحيث لا يبصر معروفا ولا ينكر منكرا ولا يفرق بين حق وباطل. فالأمر خطير، والإنسان عليه أن يراقب الله عز وجل في ثباته على دينه. كما ذكرت في محاضرة، الثبات له 4 مراتب: الثبات على أصل الدين وضده الردة، والثبات على السنة وضدها المعصية، وضد هذه المرتبة المعصية، الثبات على أصل الدين وضده الكفر، والثبات على السنة وضدها البدعة، والثبات على الطاعة وضدها المعصية، والثبات على ما عليه الرجل من الإيمان والعمل الصالح وضده النقص. فالإنسان لا يقول أنا ما زلت مسلما، لأن الشيطان يتدرج به، يدعوه أن يترك مرحلة الكمال في العبادات والفضل، إلى أن يدعوه للصغار، إلى أن يدعوه للكبائر، إلى أن يدعوه لترك الواجبات، إلى أن يهيئه للكفر، أن يقول كلمة الكفر والعياذ بالله. والله إن الأمر مخيف، الأمر مخيف، الأمر مخيف، ولا يستشعر الإنسان خطورة هذا الأمر إلا إذا علم ورأى مصالح الناس، كيف أن الرجل والعياذ بالله يكون مسلما فيرتد عن دينه بكلمة في مجلس، وقد يموت على كلمة كفر. يعرض الإنسان نفسه لما لا يطيق. هل يطيق الواحد منا الآن أن يضع يده في فرن من أفران الدنيا لمدة ثواني؟ ما لأحد طاقة على هذا. فكيف الإنسان يعرض نفسه إلى أن يدخل النار ويخلد فيها والعياذ بالله؟ فعلى طلاب العلم أن يحذروا من هذا الأمر، وأن يكونوا على خوف شديد، وأن يفروا بدينهم. والله لو أن الرجل يبقى في صحراء يأكل أوراق الشجر، بل لا يبقى عنده شيء حتى يموت من الجوع والعطش ويلقى الله على الإسلام، خير له من أن يعيش في مجتمع يعرض نفسه للفتنة في دينه، ثم قد يموت على الكفر والردة والعياذ بالله. فنسأل الله أن يثبت إخواننا على الدين، وأن يثبتهم على طاعته، وأن يعيذهم من نزغات الشيطان، وأن يعيذنا وإياهم من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبت قلوبنا جميعا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد